بسم الله أبنائي وبناتي طلاب صف خامس، أهلا وسهلا بكم مع مستر عبد الغني السوهاجي. والنهاردة أولاد لقائنا في التدريب الثاني على سؤال الميز. ميز يعني متاهة، يعني 10 فراغات. كنا عملنا التدريب الأول يا أولاد، يلا نبدأ مع بعض التدريب الثاني. ما تنسوش تفعلوا الجرس يا أولاد، تعملوا لايك للفيديو وتتابعونا في المراجعات اللي جاية إن شاء الله. يلا نروح. زي ما احنا شايفين يا اولاد، كنا عملنا الميز الاول. النهارده هندرس ميز رقم 2. اوكي يا اولاد، فعلوا الجرس وانتظرونا في المراجعات باذن الله تعالى. الميز عباره عن 10 فراغات، وال10 فراغات يا اولاد بيسالوا في كل حاجه احنا درسناها. زي ما انتم شايفين اهو، علامة استفهام في النص، هنا هيطلب كويشن تاج. لازم تحل معاك دليل. انت بتحل بناء على ايه؟ اخترت الاختيار ده بناء على ايه؟ اهو في علامة استفهام تاني. يلا يا اولاد نروح على بركة الله نشوف الدنيا فيها ايه. choosing a job، اختيار وظيفة. choosing a job is not easy، أليس كذلك؟ is not easy يا ولد. شايفين؟ عايزين إحنا نكمل الفراغ اللي هنا، ما تنسوش الجملة منفية. درسنا قاعدة اسمها question tag، الأسئلة التوكيدية تأتي في نهاية الجملة، إثبات النفي ونفي الإثبات. الراجل حكى is not، خلاص isn't، يبقى إحنا نحكي يا ولاد is it. طبعا الكويز يا اولاد في الامتحان مش مكتوبه باللون الاحمر، الكويز اهي، هاي الاجابات يا اولاد. بس انا ايه، عشان ما انزلش كتير تحت 10 فراغات، كتبتهم انا باللون الاحمر على بركه الله. My sister works as a scientist. تمام، اختي تعمل كعالمه. teaches as a professor، وتدرس وتعلم كأستاذ جامعي. at a university she is very. تعالوا يا أولاد نشوف أختي بتشتغل إيه تاني بالإضافة إلى scientist. عايزين إحنا بالإضافة إلى to، تأتي آخر الجملة مش هتنفع، و also تأتي في وسط الجملة معناها أيضا. لا، أنا عايز بالإضافة إلى يا أولاد، اللي هي as will as، بالإضافة إلى عملها كساينتست فهي تعلم كأستاذ جامعي. She is very، أختي very، very إيه يا جماعة؟ nervous، intelligent، lazy. لا، أختي very intelligent، lazy إزاي؟ ولا متعصبة، nervous. خلاص، كان في 3 فراغات يا أولاد، 3 أسئلة في الميز عن my sister. تعال نشوف بنت عمي. my cousin، cousin يا أولاد ينفع ولد وينفع بنت، بس هنا عشان شي هنشتغل بنت يا أولاد. my cousin is a famous artist. بنت عمي رسامة مشهورة. that does sound exciting، هذا يبدو مثير. رجعنا تاني، أليس كذلك؟ إثبات النفي ونفي الإثبات يا أولاد. أسئلة توكيدية، question tag، يأتي في نهاية الجملة بغرض التأكد من المعلومة. هو الراجل أداني does، يبقى أنا هاخد يا أولاد doesn't it، أليس كذلك؟ she lives in Abu Dhabi، تعيش في أبو ظبي. and travels all around the world، وبتسافر حول العالم. she is very، بنت عمي كمان very إيه يا جماعة؟ calm، ال silent، هادية. worried، متوترة قلقة. ولا creative، مبدعة. creative، هي رسامة يا أولاد، أكيد هتبقى creative. خلصنا بنت عمي، تعالوا نروح عند my father. My father wants me، أبي يريدني to be a business person، أن أكون رجل أعمال. but that is a scary job،
ولكن هذه وظيفة مخيفة. بزنس. I don't think. لا أعتقد. I am. أنا أكون enough. بدرجة كافية to work in business. مهم يا أولاد إن أنا أعرف نهاية الجملة فين. أنا enough بدرجة كافية. لا أعتقد أنني brave, cheerful, generous. كريم ملاش علاقة. generous, cheerful. مبتهج ملاش علاقة. brave يا أولاد. هي scary job, وظيفة مخيفة. وأنا brave enough. لا أعتقد أن أنا شجاع بدرجة كافية لأعمل في مجال البزنس. My mother thinks. أمي تعتقد. I should be. ينبغي أن أكون a business person. وماما برضو نفس الرأي. هي عايزين نقفل الجملة يا أولاد. عندنا as will as. وعندنا both. وعندنا to. خلاص يا أولاد. أمي عايزاني business person أيضا. to يعني أيضا وتأتي في نهاية الجملة. I might like to be a doctor. أنا عايز أبقى دكتور يا أولاد. because I am علشان أنا. and I wanna care about people. أهتم بالناس. يبقى أنا يا جماعة I am. عندنا kind وعندنا strong وعندنا exotic غريب. لا ولا strong إزاي يعني. أبا أنا إنسان كايند يا أولاد. I am kind and I also. ولا إيه يا أولاد؟ also ولا to؟ لا مش هتيجي to يا أولاد لأن to أيضا تأتي في آخر الجملة ولكن also تأتي قبل الverb. I also care about أهتم people that the best for me. شايفين يا أولاد؟ isn't it. شايفين قبلنا السؤال التوكيدي فين؟ isn't it. أليس كذلك؟ كان متعود هو يجيب is هنا يا أولاد وأنا أختار isn't. المرة دي عكسها. isn't it. يبقى أنا هعملها يا أولاد is. إيه هي الأسئلة التوكيدية يا أولاد؟ هي إثبات النفي ونفي الإثبات. تمام يا أولاد؟ زي ما احنا كده نقدر نقراها. يبقى كده يا اولاد احنا خلصنا العشر فراغات اهم يا اولاد. التانية كانت as will as. اختي كانت intelligent. تمام يا اولاد. رقم اربعة رقم فور حليناها doesn't. رقم فايف حليناها creative مبدعة. وأنا لست بريف لست شجاعا بدرجة كافية. أمي عايزاني أبقى بيزنس بيرسون تو أيضا. أنا كايند عايز أبقى دكتور. أنا إنسان كايند also بتابع بعتني بالناس يا أولاد. وهو أداني إزنت بيت إز يا أولاد. تمام. وكمان الإجابات يا أولاد هم موجودين تحت. يبقى ده تاني سؤال ميز يا أولاد إحنا نحله معاكم. عملنا كده مع صف سادس كمان لو لينا أخوات في صف سادس. وإحنا بنراجع وعندنا حظ الزوم يا أولاد أونلاين. تمام. هنسيب لكم رقم الواتساب لو أي حد يرغب في يشترك معانا في حصص الزوم. يومين الأحد والأربعاء من كل أسبوع. شكرا يا أولاد وبالتوفيق إن شاء الله تعالى لكل أولادنا وكل بناتنا. نخلي بالنا يا أولاد سؤال الميز السؤال الثالث في الامتحان ما فيش listening. لغينا فقرة الرايتنج ما فيش رايتنج. امتحان كله reading واختيار من متعدد. كله اختيار يا أولاد. فقرتين reading. تمام. read and choose وread and match. وصل العناوين الهيدنجز وسؤال الميز. بس ثلاث فقرات يا اولاد. اوكي يا اولاد على بركه الله. شكرا. ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا جرس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.